بشرى هامة لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية. قريباً سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج، وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات، مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية، مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية، مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 31. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي الجغرافيا على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. هيكون النهاردة في ضيافتنا الحلقة الأولى بالنسبة للجغرافيا مستر عاطف إسماعيل. صباح الخير يا مستر. أهلا بك يا فندم، صباح الخير. مشرفنا ومشرفنا كالعادة. تحب تقول ايه للطلبه بتاعتك قبل ما نبدا الحلقه؟ قبل ما اقول للطلبه، انا بهنئ كل شعب مصر باعياد اكتوبر المجيده، والف تحيه للجيش المصري، وربنا يرحم شهداء مصر. تمام، شرفنا مستر عاطف، وان شاء الله نسيبك مع طلابك حلقه موفقه ان شاء الله. قبل ما ابدا الحصه النهارده ان شاء الله، بنقول لكل طلبه الثانويه العامه ما نقلقش، ما نخافش، ان شاء الله الامتحانات تبقى كويسه ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله تحققوا اعلى الدرجات. ملحوظة صغيرة بس ليكو، امتى نقلق؟ الواحد لو ما ذاكرش، احنا بنعمل اللي علينا والنتيجة بتاع ربنا سبحانه وتعالى. يلا نشوف مع بعض هنقول ايه النهاردة. اتفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم نعرف المنهج اللي هنتكلم عنه السنة دي هو منهج ايه. عنوان منهجنا السنة دي ان شاء الله اسمه جغرافيا سياسية. يبقى ادي عنوان الكتاب اللي احنا هندرسه طول السنة، اسمه جغرافيا سياسية. طب الجغرافيا السياسية دي بتدرس ايه؟ قال لي اهم مجال بتدرسه الدولة. طب يلا نتعرف يعني ايه كلمة دولة. قال لي الدولة دي هي وحدة سياسية. مالها الوحدة السياسية دي؟ قال لي بتشغل منطقة معينة من سطح الأرض. اتنين، قال لي بتضم سكان دائمين. تلاتة، تحكمها سلطة عليا ذات سيادة. بتعمل ايه؟ قال لي بتدير شؤونها الداخلية والخارجية. يلا نحلل الكلمات دي. يبقى النهاردة بنتكلم على مفهوم الدولة، يعني ايه كلمة دولة؟ بعيدا عن امتحانات ثانوية عامة خالص، احنا بنكتسب ثقافة وبنكتسب معلومة، انت ما تقلقش، انت ما تخافش. الدولة وحدة سياسية بتشغل منطقة معينة من سطح الأرض. مستر أحمد، هل في دولة من غير أرض؟ أكيد لا. أكيد لا. ولازم نعرف في سنة ثالثة إن المساحة بتاعت الدول بتختلف من دولة للتانية. هنلاقي دول كبيرة جدا في المساحة زي دولة روسيا، زي كندا، زي الصين، زي الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دول صغيرة في المساحة. يبقى لازم يكون في مساحة. طب اتنين، بيقول لي وتضم سكان دائمين. هل في دولة من غير سكان؟ طبعاً أعتقد لا. ولازم نعرف إن السكان عنصر مهم جدا في أي دولة في العالم، لأن الإنسان هو اللي بيستثمر الموارد، والإنسان هو اللي بيدي للأرض قيمة. لا قيمة لأرض، لا قيمة لوطن بدون بشر. نيجي نتكلم على العنصر الثالث، بيقول لي تحكمها سلطة عليا. عايزين نحلل الكلمات وما تخافش، يعني كلمة ما تخضكش. يعني إيه كلمة سلطة؟ سلطة يعني حكومة. طيب سلطة عليا ذات سيادة، يعني ايه سيادة؟ يعني سيطرة، يعني الحكومة بتسيطر. يا ترى بتسيطر على مين؟ قال لي بتسيطر على الأرض وبتسيطر على السكان. نقول كمان الدولة وحدة سياسية تشغل منطقة معينة من سطح الأرض،
وتضم السكان دائمين، ويحكمها سلطة عليا ذات سيادة. بتعمل السلطة؟ قال لي بتدير شؤونها الداخلية والخارجية. يبقى لو قال لي ما هي أهمية السلطة بالنسبة للدولة؟ إدارة الشؤون الداخلية والخارجية. ممكن يقول لي وضح العلاقة بين السلطة والدولة، أو الدولة والسلطة، هل في علاقة بين الدولة والسلطة؟ طبعا في علاقة. إن الدولة بيحكمها سلطة عليا ذات سيادة تدير شؤونها الداخلية والخارجية. لما نيجي نتكلم عن دولة لها شروط، إيه شروط قيام الدولة؟ ما هي أركان قيام الدولة؟ من خلال التعريف ممكن نطلع شروط قيام الدولة. نبص كده، أول شرط لازم يكون في أرض، تمام. طب تاني شرط سكان. لازم يبقى في سكان. والشرط الثالث هو وجود مين؟ سلطة. وجود السلطة. يبقى شروط أو أركان قيام الدولة، عندي ثلاث شروط لقيام الدولة: أرض، سكان، تمام، سلطة. سكان والسلطة. تمام. ننتقل بكم من مفهوم اسمه مفهوم الدولة إلى مفهوم اسمه الأمة. يعني إيه كلمة أمة؟ قال لي الأمة جماعة من البشر. ركز قوي معايا علشان هنحتاج هنا سؤال، من هم الجماعة من البشر؟ قال لي غالبا، في الغالب، غالبا لهم أصل عرقي واحد. إيه الكلام ده؟ يعني إيه أصل عرقي؟ يعني من سلالة واحدة. مستر أحمد، نقول مثلا الأمة العربية، مثلا الأمة العربية دي كده تشمل كل الدول العربية؟ تشمل 22 دولة عربية. غالبا لهم أصل عرقي واحد، يعني من سلالة واحدة. تمام. احنا خدنا في إعدادية مستر أحمد قبل كده الطلبة إن في سلالة اسمها سلالة قوقازية، اللي هو احنا أصحاب البشرة البيض. في سلالة مغولية اللي هي بتاع جنوب شرق آسيا. في سلالة زنجية أصحاب البشرة السمر. ما ينفعش نجيب ناس عناصر زنجية مع عناصر بيضة مع عناصر مغولية وتقول لي دي أمة. لازم لهم أصل عرقي واحد. تمام. طيب الناس دول بيقولوا كده غالبا لهم أصل عرقي واحد، بتعيش الجماعة دول من البشر بيعيشوا على رقعة جغرافية. ادي الكلام بقى اللي هيزعلنا. لا ما يزعلكش. يعني ايه رقعة جغرافية؟ بتعيش على مساحة من الأرض. بتعيش في مكان يا عم. تمام. يبقى الأمة جماعة من البشر، البشر. غالبا لهم عرق واحد، أصل عرقي واحد، يعني مسلالة واحدة. عايشين في مكان، بيقول لي لفترة زمنية طويلة. الناس دول قعدوا مع بعض فترة زمنية طويلة. طب لما عاشوا مع بعض فترة زمنية طويلة ايه اللي حصل؟ قال لي ربطهم روابط مشتركة. ده بالبلدي خالص كده بيقول لك من عشر قوم او صار منهم، من عشر قوم 40 يوم صار منهم. دول قعدوا مع بعض فترة زمنية طويلة. تمام. طب ايه النتائج المترتبة ان هم قعدوا مئات السنين مع بعض؟ قال لي ربطهم روابط مشتركة. ربطهم روابط مشتركة. طب ايه الروابط المشتركة بتاع الأمة؟ الناس دول لما قعدوا مع بعض كده وعاشوا فترات طويلة، ايه اللي ربطهم؟ قال لي تمام، اللغة. أنا سامع حد بيقول الدين، مظبوط. العادات والتقاليد، هايل. العادات والتقاليد، التراث، ثقافة، والتاريخ المشترك. يبقى لما نيجي نتكلم على الأمة سنة ثالثة أقول له الأمة جماعة من البشر، غالبا لهم أصل عرقي واحد. تمام. بتعيش في مكان، في مساحة من الأرض لفترة زمنية طويلة، فربطهم روابط مشتركة. مشتركة. إيه الروابط المشتركة بتاع الأمة؟ قال لي اللغة والدين والعادات والتقاليد والتراث والتاريخ المشترك. طب سؤال بقى، لو قال لي صح ولا غلط بقى على النظام الجديد، بيقول لي صح ولا غلط، يوجد تشابه، يوجد تشابه بين الدولة والأمة. هل في وجه شبه بين الدولة والأمة؟ الاتنين يعتبر في أرض وفي شعب، في سكان. ما شاء الله. مستر أحمد أهوت من الناس الممتازة، قدر يوصل للإجابة فعلا من خلال التعريف هنا والتعريف هنا. أنا ممكن أطلع وجه الشبه إن الدولة ليها أرض وفيها ناس وفي سلطة بتحكمها. أيوة، هنا بقى الاختلاف. هنا الاختلاف، وده السؤال اللي جاي على طول. تمام. واحدة واحدة كده، إيه وجه الشبه بين الدولة والأمة؟ بالنسبة للدولة قلنا هنا في أرض وهنا في سكان. سكان. بالنسبة للدولة، بالنسبة للأمة برضو هنا في مجموعة من البشر اللي هو السكان بيعيشوا في مكان. يبقى هنا، يبقى كلاهما، أقول له كده كلاهما هما الاثنين تتكون بيتكونوا من إيه؟ قال لي من أرض وشعب. تمام. نيجي بقى وجه الاختلاف، النقطة اللي قالها مستر أحمد وهي السلطة. لا ده وجه اختلاف. السلطة بتختلف من دولة للأخرى. كل دولة لها سلطة. مزبوط. كل دولة لها حكومة، كل دولة لها رئيس. ولكن الأمة العربية ال 22 دولة لهم حاكم؟
لا, لا لهم طبعا. سلطة واحدة لهم حكومة واحدة لا, لا. ولكن كل دولة ليها حكومتها. طيب يبقى لو قال لي هنا بقى السؤال ايه وجه الاختلاف بين الدولة والأمة, خلاص عرفنا وجه الشبه ان كلاهما يتكون من أرض وشعب. مظبوط. طيب نشوف بقى مع بعض كده وجه الاختلاف بالنسبة للدولة يا سنة تالتة. قال لي شرط أساسي وجود سلطة, وقلنا سلطة يعني حكومة, وعلى رأس الحكومة رئيس الدولة طبعا, ده رقم واحد. طب بالنسبة للأمة قال لي لا تتطلب سلطة, لا تتطلب سلطة, مفيش سلطة واحدة ولا حكومة واحدة للدول العربية كلها. طب اتنين, ركز معايا يا مستر أحمد كده, النقطة رقم اتنين بيقول لي يمكن الكلام ده فين؟ في الدولة. لما يقول لي يمكن يعني ممكن اه وممكن لا, الاحتمالية. يمكن أن تتعدد اللغات وتختلف العادات, الكلام ده فين؟ في الدولة. يعني ممكن دولة واحدة تختلف فيها العادات وتتعدد اللغات اه, زي دولة سويسرا. دولة سويسرا دي سنة ثالثة فيها أربع لغات, اللغة الإيطالية واللغة الألمانية واللغة الفرنسية واللغة الرومانشية أو اللغة الرومانية. بالنسبة للأمة بقى قال لي لا يتعدد فيها اللغات, لا يتعدد فيها اللغات, عايزة لغة واحدة وعادات مشتركة بده زي الأمة العربية كده. لقيت ولد بيقول لي لا ده تونس والجزائر والمغرب بيتكلموا لغة فرنسية. قلت لهم هم بيعرفوا يتكلموا فرنساوي كويس, هم اكتسبوا اللغة الفرنسية نتيجة للاستعمار, ولكن اللغة الرسمية في تونس والجزائر والمغرب هي لغة عربية. عربي. اليمني بيتكلم عربي, السعودي بيتكلم عربي, المصري بيتكلم عربي. يبقى هنا الدولة ممكن يتعدد فيها اللغات, أما الأمة لا يتعدد فيها اللغات. يبقى هنا سنة ثالثة احنا ابتدينا حصتنا النهاردة بمفهوم اسمه الدولة, وقلنا الدولة وحدة سياسية تشغل منطقة معينة من سطح الأرض وتضم السكان دائمين ويحكمها سلطة عليا ذات سيادة تدير شؤونها الداخلية والخارجية. شروط قيام الدولة أرض وشعب, وسلطة. إيه المقصود بالأمة؟ الأمة هي جماعة من البشر غالبا لهم أصل عرقي واحد من سلالة واحدة, قلنا بتعيش في مكان لفترة زمنية طويلة فربطهم روابط مشتركة, قلنا زي اللغة والدين والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك. طب سؤال يا مستر أحمد, اتفضل. لو تحولت الأمة العربية ال 22 دولة, لو تحولت الأمة العربية لدولة واحدة, العنصر الذي يزيد عليها, العنصر اللي هيزيد على الأمة العربية لو تحولت لدولة هو زيادة السكان, يقول لي اختر إجابة, زيادة السكان ولا زيادة المساحة ولا السلطة ولا لا شيء مما سبق. السؤال تاني, لو تحولت الأمة العربية إلى دولة واحدة فإن العنصر الذي يزيد عليها هو يا ترى زيادة السكان ولا زيادة المساحة ولا السلطة ولا لا شيء مما سبق. الإجابة على طول هي السلطة. يبقى لو الأمة تحولت لدولة يبقى يلزمها مين؟ سلطة. سلطة. واحد يقول لي لا ده هتزيد عدد السكان, مش هيزيد عدد السكان. هم 22 دولة فيهم مثلا 250 مليون فيهم 300 مليون, اتحولوا الدولة هم 300 مليون. ال 22 دولة مساحتهم مثلا 13 مليون كيلومتر مربع تقريبا, لو اتحولوا الدولة واحدة هم بقوا 13 مليون كيلومتر مربع. ولكن هنا العنصر اللي زايد هو عنصر مين؟ السلطة. تمام. بننتقل بكم لمعلومة جديدة وبنتكلم على أنواع الدول. يبقى اتعرفنا يعني إيه دولة؟ بتعرفنا يعني ايه أمة وايه الفرق والاختلاف وايه وجه الشبه والاختلاف بين الدولة والأمة. بننتقل بكم الى انواع الدول. قال لي احنا هنصنف الدول حسب التقسيم الاداري والسياسي الى نوعين من الدول, ودي عايزة شيء من التركيز. نبص مع بعض كده سنة تالتة, انواع الدول حسب النظام السياسي والإداري. احنا هنصنف الدول لنوعين من الدول. في دول بنسميها دولة وحدوية مركزية وهنعرف يعني ايه حالا,
وفي دول بنسميها دول اتحادية مركبة أو بصيغة أخرى بيقول لي لا مركزية. هنعرف حالا الكلام ده معناه إيه. ودي بتنقسم لنوعين من الدول، إما دولة فيدرالية أو دولة أو بنسميه اتحاد كونفدرالي. يلا بقى نفسر ونحلل الكلمات دي. يبقى مبدئيا أنواع الدول كم نوع يا مستر أحمد؟ نوعين. نوعين، في دولة بنسميها دولة وحدوية، وحدوية مركزية. النوع الثاني من الدول اللي بنسميه دول اتحادية مركبة لا مركزية، ودي بتنقسم لنوعين من الدول، إما دولة فيدرالية أو اتحاد كونفدرالي. اتحاد كونفدرالي. طب يعني إيه دولة وحدوية؟ لازم أفهم يعني إيه المقصود بالدولة الوحدوية. قال لي الدولة الوحدوية دي دولة، مالها الدولة دي؟ قال لي دولة يوجد بها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد. يعني إيه مجلس نيابي؟ يعني مجلس شعب، مجلس نواب. وفيها بتسيطر، يا ترى مين اللي بيسيطر؟ قال لي الحكومة المركزية. يا ترى الحكومة المركزية بتسيطر على إيه؟ قال لي على جميع السلطات المحلية. طب إيه المقصود بالسلطات المحلية؟ أنا عايز أفهم. قال لي سواء كانت أقاليم أو ولايات أو محافظات أو مجالس بلدية، مجلس قرية ومجلس مجلس قرية ومجلس مدينة. يبقى الدولة الوحدوية هي دولة، الدولة الوحدوية هي دولة فيها حكومة واحدة، حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد، وفيها بتسيطر الحكومة المركزية على مين؟ على جميع السلطات المحلية. يعني لما نيجي نقول يا سنة ثالثة مثلا امتحانات الثانوية العامة من اختصاص الحكومة المركزية ولا السلطة المحلية ولا من المجالس البلدية؟ أقول له طبعا من اختصاص الحكومة المركزية. ليه؟ لأن الحكومة المركزية قلنا بتسيطر على كل سلطات الدولة، على جميع السلطات سواء كانت محلية أو ممثلة في أقاليم أو ولايات أو مجالس بلدية. وبنقول كده يا سنة تالتة جميع المستويات الإدارية السابقة سواء كانت ولاية أو إقليم أو محافظة بتستمد قراراتها منين؟ قال لي من الحكومة المركزية. نقول كمان ونوضح بشكل تاني، الدولة الوحدوية دولة فيها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد، وفيها مين بيسيطر على مين؟ الحكومة المركزية. الحكومة المركزية بتسيطر على جميع السلطات المحلية. يقصد ايه بالسلطات المحلية؟ سواء كانت محافظة أو ولاية أو مجالس بلدية، الكل بيستمد القرارات من الحكومة المركزية. ولازم تعرف نقطة مهمة جدا، إن في ميزة يا مستر أحمد بالنسبة لي الدولة المركزية والحكومة المركزية، هو عدم ازدواجية اتخاذ القرار. يعني احنا بالبلد بيقول المركب اللي فيه رايصين تغرق بيغرق. يبقى هنا لازم يكون القرار خارج من مصدر واحد وهو مسؤول عن اتخاذ القرار. طيب اعرف الدوله دي وحدويه ولا مركزيه ازاي؟ قال لي من سماتها، من صفاتها. طب ايه سمات الدوله الوحدويه المركزيه؟ قال لي سمات الدوله الوحدويه المركزيه، واحد تجانس سكانها. طب يعني ايه تجانس سكانها؟ كلمه تجانس يعني تشابه. طب متشابهين في ايه؟ قال لي دينيا وعرقيا وثقافيا. اتنين، قال لي العاصمة، مالها العاصمة؟ هي قلب ونواة الدولة ويتركز فيها معظم الأنشطة. ايه الأنشطة اللي موجودة في العاصمة؟ تجارة، صناعة، سياحة، خدمات. طيب لما نيجي نتكلم سنة تالتة عن النقطة التالتة من سمات الدول الوحدوية المركزية، قلنا واحد تجانس سكانها، اتنين العاصمة هي قلب أو نواة الدولة، ثلاثة بيقول لي معظمها يعني مش كلها ليست كبيرة المساحة. يعني الدول الوحدوية المركزية مش كبيرة في المساحة، لكن كل قاعدة لها شواذ. ما بيقول لي هنا معظمها، طالما قال لي معظمها يبقى في دول كبيرة أو في استثناء. قال لي معظمها ليس كبير المساحة، وهناك دول وحدوية كبيرة المساحة مثل الصين. تمام. يبقى ايه سمات الدولة الوحدوية؟ واحد، ناس متجانسة، ناس متشابهة دينيا عرقيا ثقافيا. اتنين، قلنا العاصمة هي قلب او نواة الدولة وفيها معظم الأنشطة الاقتصادية. تمام. تلاتة، قلنا معظمها ليس كبير المساحة وهناك دول وحدوية كبيرة المساحة مثل الصين. رقم أربعة بيقول لي تتسم بقلة العوائق الطبيعية. قلة العوائق الطبيعية، إيه العوائق الطبيعية؟ جبال، غابات، صحراء،
ولكن هناك دول بها عائق طبيعي زي دولة اليابان، ودي حالة شاذة، لأن اليابان عبارة عن مجموعة جزر، أدي جزيرة زي ما أنت شايف، ودي جزيرة ودي جزيرة ودي جزيرة، يبقى دي ودي 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 كلهم كده تابعين لدولة واحدة هي دولة اليابان. في عائق طبيعي بينهم اللي هو وجود مسطحات مائية، اللي بيفصل بين الجزيرة دي والجزيرة دي مية، اللي بيفصل بين الجزيرة دي والجزيرتين دول مية، اللي بيفصل بين دي ودي مية، يبقى هنا في عائق طبيعي، ولكنها دولة وحدوية مركزية، ولكن ده استثناء. واخيرا تتسم بارتفاع الكثافة السكانية. يعني ايه ارتفاع الكثافة السكانية بلد مزدحمة بالسكان؟ طب ليه مزدحمة بالسكان؟ لان المساحة مش كبيرة فبيظهر فيها الكثافة السكانية عالية. تمام، يبقى احنا اتفقنا كده سنة تالتة احنا بنقسم الدول لكام نوع؟ نوعين. نوعين، دولة وحدوية مركزية ودول اتحادية مركبة. وقلنا الدول المركبة بتنقسم الى دولة فيدرالية او كونفدرالية او اتحاد كونفدرالي. طب ايه المقصود بالدولة الوحدوية؟ قلنا هي دولة فيها حكومة واحدة ومجلس نيابي واحد، وفيها بتسيطر الحكومة المركزية على جميع السلطات المحلية، سواء بقى كانت أقاليم أو محافظات أو مجالس بلدية، وقلنا الكل بيستمد قراراته وأوامره من الحكومة المركزية. طب أنا أعرف الدولة دي وحدوية ولا دولة فيدرالية ولا دولة كونفدرالية؟ قال لي لو عرفت سماتها، لو عرفت صفاتها، هتعرف إن دي دولة وحدوية. طب ايه السمات؟ نقول كمان مره، قلنا واحد تجانس سكانها، ناس متجانسه، ناس متشابهه دينيا عرقيا ثقافيا. اثنين، العاصمه هي قلب ونواه الدوله ويتركز فيها معظم الانشطه الاقتصاديه. رقم ثلاثة، قلنا معظمها ليس كبير المساحة، ولكن هناك دول كبيره المساحه مثل الصين. قله العوائق الطبيعيه، ولكن هناك دول مجزأة زي اليابان وتتسم بارتفاع الكثافه السكانيه. طب نحط السؤال يا مستر احمد، لو قال لي صح ام خطا، ما فيش ذكر سبب، صح ام خطا، الدول الوحدويه المركزيه ليس بينها دول كبيره المساحه؟ اقول له غلط، عشان في دول تمام، هناك دول كبيره المساحه مثل الصين. طب لو قال لي صح ولا غلط، الدول الوحدويه المركزيه ليس بينها دول مجزأة؟ اقول له برضه العباره غلط، لان في دوله مجزأة وحدويه مركزيه وهي دوله مين؟ اليابان. دوله اليابان. يبقى الدول بتنقسم لنوعين، اما دوله وحدويه مركزيه او اتحاديه مركبه، والمركبه بتنقسم فيدرالي اتنين، اما دوله فيدراليه او كونفدراليه. طب يلا بقى نتعرف مع بعض ايه الفرق بين الفيدراليه والكونفدراليه. تمام، الدوله الفيدراليه هي دوله، مالها الدوله دي؟ قال لي متقسمه، هي دوله واحده ولكن مقسمه. يا ترى متقسمه ايه؟ نبص على الشكل ده كده، ادي دوله اهي، ادي جزء زي ما انت شايف متقسمه اهي، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، مش شرط 9، هي دوله واحده ولكنها مقسمه الى ولايات، ممكن تبقى متقسمه ولايات محافظات او مقاطعات او محافظات. بيقول لي لها نوع من الاستقلال الذاتي، يعني الولايه دي مستقلة عندي، لها نوع من الاستقلال الذاتي فيما عدا ايه؟ قال لي النواحي المالية والدفاعية والأمور السيادية. زي مين؟ قال لي زي استراليا، زي البرازيل، زي الهند، زي الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولاية دي مستقلة عندي، لها نوع من الاستقلال الذاتي ما عدا النواحي المالية، مش كل ولاية لها عملة. فيما عدا النواحي المالية والدفاعية، مش كل ولاية لها جيش، هو جيش واحد وعملة واحدة، لأنهم كلهم دولة واحدة. دولة واحدة، تمام. يبقى الدولة الفيدرالية هي دولة. مالها؟ بتتكون من وحدات إدارية. مالها الوحدات الإدارية؟ قال لي قد تكون ولايات أو مقاطعات أو محافظات، لها نوع من الاستقلال الذاتي فيما عدا النواحي المالية والدفاعية والأمور السيادية. طب اديني أمثلة للدول الفيدرالية، أو أستراليا والبرازيل والهند ومين تاني؟ والولايات المتحدة الأمريكية. احنا قلنا قبل كده سنة تالتة أمثلة للدول الوحدوية المركزية مستر أحمد، اللي هي قلنا الصين كبيرة المساحة، واليابان دولة وحدوية مركزية مجزأة، ولكن النموذج المثالي للدولة الوحدوية المركزية فرنسا. فرنسا دي نموذج مثالي للدول الوحدوية المركزية. طب ليه نموذج مثالي؟ لأن بينطبق عليها كل الشروط اللي قلناها، مساحتها مش كبيرة، وقلة العوائق الطبيعية، وارتفاع الكثافة السكانية، وتجانس شعبها، السمات كلها بتنطبق على مين؟ فرنسا. على فرنسا.
يبقى أكتر أنواع الدول شيوعاً وانتشاراً، أكتر أنواع الدول شيوعاً وانتشاراً هي الدول الوحدوية المركزية. ولكن النموذج المثالي بينطبق على عدد قليل من الدول، والنموذج المثالي دولة مين؟ فرنسا. فرنسا. طب إيه رأيك يا مستر أحمد كده أعرفك على خريطة فرنسا؟ اتفضل يا مستر. لو حبينا نرسم خريطة لدولة فرنسا هتكون بالشكل ده. إحنا بنعمل قوس في اليمين، ركز معايا، وقوس في الشمال، ونوصلهم ببعض زي ما أنت شايف. الخط ده هو حد سياسي فاصل بين دولة اسمها دولة فرنسا ودولة هنا اسمها دولة أسبانيا. والخط ده عبارة عن جبال، حد سياسي جبلي اسمها جبال البرانس. وفي دولة قزمية صغيرة في المساحة هنا، ما احنا قلنا الدول ممكن تبقى كبيرة وممكن تبقى صغيرة في المساحة، اسمها أندورا. باجي في القوس اللي في اليمين اقوم عامل ديل واقوم طالع بيه كده بسنتين زي ما انت شايف، واقوم عامل علامه كده علامه اصغر منه. عند السنه الثانيه دي اقوم عامل كده قوس كده، دي المملكه المتحده. في فرق سنه ثالثه بين المملكه المتحده والولايات المتحده. الولايات المتحده دي امريكا، انما المملكه المتحده انجلترا. تمام، هاي انجلترا بريطانيا. طيب انا عندي في ميه فوق وميه تحت. عندي هنا في بحر اسمه بحر المانش، وده مضيق بحري اسمه مضيق دوفر، وعندي هنا خليج اسمه خليج بسكاي. سواء بحر المانش او خليج بسكاي ده جزء من محيط عظيم هنا اسمه المحيط الاطلنطي. طيب الميه اللي تحت هنا في بحر اسمه البحر المتوسط، اللي فيه جزيره تابعه لدوله فرنسا اسمها كورسيكا. طب مين الدول اللي بتجاور دولة فرنسا من جهة الشرق والشمال الشرقي؟ عندي خمس دول. أنا دايماً بقول للطلبة بتوعي كده، بنكتب كده، بكتب اس قلب عشان ما ننساش خالص. إيه اس قلب دي يا مستر أحمد؟ ألف ده أول حرف من دولة هنا اسمها دولة إيطاليا. سين دولة هنا اسمها دولة سويسرا. فاكرين إحنا قلنا إيه على سويسرا؟ قلنا دولة سويسرا سنة ثالثة هي دولة متعددة اللغات. فيها أربع لغات رسمية، إيطالية وألمانية وفرنسية ورومانشية. ودولة سويسرا دي من الدول الحبيسة. يعني إيه دولة حبيسة؟ يعني لا تشرف على مسطحات مائية مفتوحة. طب إحنا بنقول إس قلب، ألف إيطاليا، سين سويسرا، ألف ألمانيا. في دولة هنا طبعا عظيمة اسمها دولة ألمانيا. عندي هنا لام دولة اسمها لوكسمبورغ، دولة صغيرة هنا هوت، دولة لوكسمبورغ. واخيرا ب بلجيكا. يبقى دوله فرنسا زي ما احنا شايفين سنه ثالثه نموذج مثالي للدوله الوحدويه. ممكن هو يقوم راسم خريطه صماء في الامتحان ويحط ارقام بقى. يحط لي ارقام ازاي؟ يعني يشيل الجزء ده كده، دوله سويسرا دي كده وايطاليا وهنا المانيا، يشيلهم كده ويقوم حاطط يقول لي واحد اثنين، يقول لي مثلا ايه؟ اي الارقام تعبر عن دولة متعددة اللغات؟ يبقى اختيار يعني. ايوه. اي اقول له دولة رقم اثنين، يبقى لازم اعرف مكان الدولة على الخريطة، وده مهم جدا المسرح. يقول لي دولة ظهر فيها الجغرافيا السياسية، اقول له رقم واحد. الجغرافيا السياسية دي ظهرت على ايد عالم الماني اسمه فريدريك راتزل. يبقى هنا لازم نعرف الاماكن على الخريطة. تمام. يبقى زي ما اتفقنا يا مستر احمد ان الدول الوحدوية المركزية بتنتشر في بقاع كتير من العالم، ولكن النموذج المثالي دولة مين؟ فرنسا. فرنسا. يبقى الدول لها كم نوع؟ نوعين. اثنين، اما دولة وحدوية مركزية هايل، واما دول اتحادية مركبة اللي هي لا مركزية وتنقسم لاثنين اللي هي الدولة الفيدرالية والكونفدرالية. نرجع تاني للدولة الفيدرالية. قلنا الدولة الفيدرالية هي دولة. الدولة الفيدرالية هي دولة. دولة مالها الدولة دي سنة ثالثة؟ قلنا متقسمة. متقسمة ايه؟ قلنا ولايات او محافظات لها نوع من الاستقلال الذاتي ما عدا النواحي المالية والدفاعية والأمور السيادية. تمام. طب إيه سمات بقى الدولة الفيدرالية؟ قال لي واحد لها دستور واحد. هي دولة ولا أكتر من دولة؟ دولة. هي دولة. يبقى لها قانون واحد على كل الولايات. طب اتنين، بتنقسم السلطة إلى سلطتين. طب إيه هما السلطتين؟ قال لي في سلطة مركزية وعلى رأسها طبعا رئيس الدولة، وسلطة محلية اللي هو حاكم الولاية. طب هل تتشابه
الوظائف بتاع السلطة المركزية مع السلطة المحلية؟ لا، ده له اختصاصاته وده له اختصاصات مختلفة. تمام. طيب يبقى هنا واحد بنقول لها دستور واحد، اثنين بتنقسم السلطة إلى سلطتين، إما سلطة مركزية أو سلطة أو محلية. طب إيه اختصاص السلطة المركزية؟ قال لي إدارة الأمور أو الوظائف السيادية. برضو الكلام مكلكع، إيه الوظائف السيادية دي؟ قال لي زي السياسة الخارجية هو المسؤول عنها. طب إيه تاني؟ قال لي زي الدفاع، زي الاقتصاد. أما السلطة المحلية مستر أحمد هنا وظيفتها أو اختصاصها هو إدارة الشؤون الحياتية، إدارة الشؤون الحياتية، الشؤون الحياتية للسكان، من طرق، من تعليم، من كباري وهكذا. يبقى مرة تانية سنة تالتة الدولة الفيدرالية هي دولة بتتكون من وحدات إدارية مقسمة، وحدات إدارية قلنا لها نوع من الاستقلال الذاتي فيما عدا النواحي المالية والدفاعية والأمور السيادية زي أستراليا والبرازيل والهند والولايات المتحدة الأمريكية. تمام. إيه سمات الدولة الفيدرالية؟ قلنا واحد فيها دستور واحد، اثنين بتنقسم السلطة فيها إلى سلطتين، إما سلطة محلية أو سلطة مركزية. طب قارن بين، أو يقول لي صح ولا غلط، تتشابه السلطة المركزية مع السلطة المحلية في الدولة الفيدرالية في وظائفها؟ أقول له طبعا العبارة غلط، وظيفة السلطة المركزية بتختلف عن السلطة المحلية. المحلية. طب ايه وظيفة السلطة او ايه اختصاص السلطة المركزية؟ قلنا ادارة الامور السيادية، الوظائف السيادية للدولة زي السياسة الخارجية، زي الدفاع، زي الاقتصاد. اما السلطة المحلية اختصاصها ادارة الشؤون الحياتية للسكان. طب ايه تاني من سماتها؟ قال لي واحد هناك توازن بين مين ومين؟ قال لي بين السلطة المحلية والسلطة مين؟ المركزية. رقم أربعة في نقطة مهمة جدا وتمني، ودي حاجة يعني أنا بعتبرها حاجة جيدة في الدولة الفيدرالية، إن من حق الشعب. يا ترى من حق الشعب إيه؟ قال لي المشاركة، إن هو يشارك في إدارة الشؤون المركزية للدولة. وأخيرا قال لي لا يمكن أن تتحول، مش ممكن تتحول إلى اتحاد كونفدرالي، وهنعرف إيه يعني حالا دلوقتي إيه اتحاد كونفدرالي. ممكن برضو الأسئلة سنة تالتة تيجي على الخرائط، وعشان كده لازم أعرف، مهم جدا أعرف الخريطة والأماكن اللي موجودة على الخريطة. طيب يلا نرسم خريطة كده ونحدد أنواع الدول اللي موجودة، سواء كانت دولة وحدوية مركزية أو دولة فيدرالية على خريطة العالم. نبص مع بعض كده سنة تالتة. دي قارة اسمها قارة أمريكا الجنوبية. ده خط الاستواء. عندي هنا في المكان ده دولة اسمها الإكوادور، دولة بيرو، دولة تشيلي. عندي هنا دولة اسمها دولة بوليفيا، تحت منها دولة اسمها باركوي، وهنا أورجواي، دي دولة الأرجنتين. بوليفيا، الإكوادور، بيرو، ادي الدولة بتاعتنا اللي أنا عايزها بقى. دي دولة البرازيل، وقلنا دولة البرازيل من الدول الفيدرالية. احنا قلنا استراليا، مين تاني؟ البرازيل والهند والولايات المتحدة الامريكية. طب يلا نشوف فين الولايات المتحدة الامريكية. ادي عندي هنا في المكان ده خليج المكسيك، نعمل قوس كده اطلع فوق واقوم واخد الخط جهة الغرب، ديل صغير طويل كده واقوم واخده ناحية الغرب الشمال الغربي. هنا في ولاية مستر احمد اسمها ألاسكا، ودي ولاية تابعة للولايات المتحدة الامريكية. عندي هنا دولة اسمها دولة كندا، عندي هنا حد سياسي فاصل بين كندا والولايات المتحدة، وهنا بحيرات اسمها البحيرات العظمى، ادي الولايات المتحدة الامريكية. ده خط سياسي فاصل بين الولايات المتحدة ودولة اسمها دولة المكسيك، يبقى ادي دولة كمان فيدرالية. يبقى ممكن يرسم خريطة للامريكتين ويقول لي مثلا هنا دولة فيدرالية، او يقول لي هنا رقم واحد دولة فيدرالية ولا كون فيدرالية ولا وحدوية ولا مركزية. أقول له رقم واحد دي دولة فيدرالية اللي هي دولة البرازيل. طيب نيجي كده نكمل بقى الخريطة كده. عندي هنا في المكان ده أدي قارة إفريقيا واخد الشكل ده كده، وأدي البحر الأحمر، وهنا في دولة اسمها دولة مصر طبعا كلنا عارفينها، وجنبها ليبيا، تونس، المغرب، تمام، الجزائر في المكان ده، أدي البحر المتوسط. وعندي هنا دولة إيطاليا، وعندي هنا دولة اسمها دولة اسبانيا ومضيق جبل طارق. احنا قلنا في حد سياسي فاصل هنا بين اسبانيا وبين فرنسا، واحنا قلنا فرنسا دي نموذج مثالي للدولة الوحدوية المركزية.
عندي هنا في المكان ده الخليج العربي، الهند، ادي دولة الهند دولة فيدرالية. عندي هنا شبه جزيرة الملايو وجزر اندونيسيا، وتحت منها هنا في استراليا. يبقى استراليا والهند والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية من الدول الفيدرالية. طب بالنسبة للدول الوحدوية المركزية، قلنا النموذج المثالي فرنسا، وقلنا هناك دول وحدوية كبيرة المساحة زي دولة الصين، وعندي هنا على الساحل الشرقي الآسيا هنا دولة اليابان، هي دولة وحدوية مركزية ولكنها مجزأة. يبقى أنواع الدول نوعين، دولة وحدوية مركزية ودول لا مركزية اتحادية مركبة اللي بتنقسم لاثنين، إما دولة فدرالية أو كونفدرالية. تمام. طب يلا بقى نشوف يا مستر أحمد إيه الاتحاد الكونفدرالي. قال لي الاتحاد الكونفدرالي ده مش دولة، ده اتحاد أو انضمام دولتين أو أكتر. تمام. بينظموا اتفاقية، مش متحدين مع بعض باللسان ولا بالكلام، ده في اتفاقية بينهم وموقعين عليها. تمام. لتحقيق غايات مشتركة. يعني هم اتفقوا مع بعض على حاجات يحققوها زي الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي 28 دولة. جميل. تمام؟ دي بدأ اسمه اتحاد كونفدرالي. يبقى لما نيجي نتكلم على الكونفدرالية، قلنا الدولة الوحدوية دولة. والدولة الفدرالية دولة، إنما الكونفدرالية دولتين أو أكثر. تمام، مش دولة، ده دولتين أو أكثر. في اتحاد بينظموا معاهدة بينهم لتحقيق غايات مشتركة. تمام. مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها. طيب لما نيجي نتكلم على سمات الاتحاد الكونفدرالي، ايه سمات الاتحاد الكونفدرالي؟ وفين موقع الاتحاد الاوروبي؟ الاتحاد الاوروبي هنا في المكان ده في غرب اوروبا كده، 28 دولة متحدين مع بعض. تمام. طب ايه سمات الاتحاد الكونفدرالي؟ قال لي كل دولة لها دستور، لان هم مش دولة واحدة. تمام. عكس الفيدرالية. هنستأذن حضرتك في فاصل قصير يا مستر. اتفضل يا فندم. اتفضل. فاصل قصير ونرجع لكم تاني. بشرى هامة لطلاب الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية. قريبا سلسلة كتب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج، وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقا للنظام الحديث، تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات، مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية، مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية، مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. ورجعنا لكم تاني مع مستر عاطف إسماعيل. اتفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم على الاتحاد الكونفدرالي، وقلنا الاتحاد الكونفدرالي مش دولة، ده اتحاد او انضمام دولتين او اكثر. قلنا الاتحاد ده بينظموا اتفاقيه او معاهده لتحقيق غايات مشتركه. وقلنا سنه ثالثه ان الاتحاد الكونفدرالي له سمات. ايه سمات الاتحاد الكونفدرالي؟ قال لي واحد، كل دوله لها دستور، لان هم مش دوله واحده، كل دوله لها دستور او دستورها الخاص بها. تمام. اتنين، كل دولة لها علم. يعني احنا قلنا الاتحاد الكونفدرالي زي الاتحاد الاوروبي. تمام. هما كام دولة؟ قلنا 28 دولة. هل الاتحاد الاوروبي كله له علم واحد؟ هو في علم رمز للاتحاد، ولكن كل دولة ليها علم خاص. علم. كل دولة سنة ثالثة رقم ثلاثة، كل دولة لها حق التمثيل الدبلوماسي، التمثيل الدبلوماسي بشكل مستقل. يعني ايه يا مستر احمد كل دوله لها حق التمثيل الدبلوماسي بشكل مستقل؟ كل دوله لها سفاره. طبعا. هل في سفاره واحده للاتحاد الاوروبي موجود عندنا هنا في مصر؟ لا طبعا. كل ايطاليا دولة لها سفاره. كل دوله لها سفاره. طيب يبقى كل دوله لها دستور، كل دوله لها علم، علم.
كل دولة لها حق التمثيل الدبلوماسي بشكل مستقل. قال لي كل دولة لها عملة، ولكن يمكن التعامل بعملة واحدة. يعني في اتحاد كونفدرالي، في اتحادات كتير زي الكوميسا عندنا في افريقيا، شرق وجنوب افريقيا. تمام. لكن كل دولة لها عملتها. زي اتحاد المغرب العربي يعتبر اتحاد كونفدرالي. كل دولة لها عملتها. تمام. لكن ممكن يتعاملوا بعملة واحدة كما هو الحال في الاتحاد الايه؟ الاوروبي. لكن الاساس كل دولة لها عملة خاصة بيها. تمام، خاصة بيها، ويمكن التعامل بعملة واحدة كما هو الحال في الاتحاد الاوروبي. يبقى سمات الاتحاد الكونفدرالي كل دولة لها دستور، عكس الفدرالية بقى. احنا قلنا الفدرالية دولة واحدة فلها دستور واحد. كل دولة لها علم، كل دولة لها حق التمثيل الدبلوماسي بشكل مستقل، وكل دولة لها عملة. نشوف النقطة رقم 5 كده، بيقول لي يمكن للاتحاد الكونفدرالي أن يتحول يا مستر أحمد إلى دولة واحدة. يعني ممكن ال 28 دولة دول يبقوا دولة واحدة، ممكن. لما نيجي نتكلم سنة ثالثة، اديني مثال لاتحاد كونفدرالي يتحول لدولة واحدة، أقول له دولة سويسرا. يبقى دولة سويسرا النهاردة اتقالت مرتين في المنهج، هي دولة متعددة اللغات، فيها 4 لغات. تمام. وبتتقال المرة الثانية إنها دولة تحولت من اتحاد كونفدرالي إلى دولة واحدة، دولة واحدة فدرالية. الاتحاد الكونفدرالي ده سنة ثالثة هو أقل أنواع الدول، أقل أنواع الدول شيوعا. طب يعني إيه كلمة شيوعا؟ انتشارا، مش منتشر كتير. وأكثرها هشاشة. طب ليه الاتحاد الكونفدرالي يا مستر أحمد هش؟ ليه ضعيف؟ قال لي إن الاتحاد ده في بند، في نص بيقول يسمح لأي دولة إنها تنفصل عن الاتحاد في أي وقت تشاء. تمام. يعني أنا عندي 28 دولة، ممكن إيطاليا دلوقتي تقول لك أنا خارجة من الاتحاد الأوروبي. ممكن بكرة ألمانيا تقول لك أنا خارجة من الاتحاد الأوروبي. لكن هل ممكن ولاية زي نيويورك، زي نيوجيرسي تعلن استقلال على الولايات المتحدة؟ مش ممكن. يعني هنا في قوة في الدولة الوحدوية والمركزية، إنما الاتحاد الكونفدرالي فيه ضعف، لأن ممكن لأي دولة تنفصل عن الاتحاد في أي وقت تشاء. برغبتها الكاملة ولا بالاتفاق مع ال؟ لا، برغبتها. برغبتها. ودلوقتي طبعا بريطانيا كانت عايزة تخرج من الاتحاد، وفي محاولات كبيرة للإبقاء عليها، وممكن تكون خرجت يعني. من النقاط اللي بنشوفها النهاردة ونتعرف عليها سنة تالتة بقى مفهوم جميل اسمه العاصمة. تمام. يعني ايه كلمة عاصمة؟ العاصمة هي مدينة. مالها المدينة دي؟ قال لي بيستقر فيها حكومة الدولة ورئاستها وسلطات الدولة الثلاثة. ايه سلطات الدولة الثلاثة؟ تشريعية، تنفيذية، قضائية. يبقى العاصمة هي مدينة. تمام. تعريف او مفهوم العاصمة، العاصمة هي مدينة. ايوة، العاصمة هي مدينة. مالها المدينة دي؟ قال لي بيستقر فيها، يا ترى بيستقر فيها مين؟ قال لي حكومة الدولة. وإيه تاني؟ قال لي ورئاستها. تمام. وسلطات الدولة الثلاثة. إيه سلطات الدولة الثلاثة؟ إيه هي سلطات الدولة الثلاثة؟ السلطة التشريعية اللي هو مجلس الشعب، تنفيذية. والسلطة التنفيذية، هاي السلطة التنفيذية، والسلطة القضائية. وسفارات الدول الأجنبية، كل السفارات موجودة تقريبا في العاصمة، واحنا لنا سفارات عندهم. تمام. يبقى العاصمة هي مدينة. مالها المدينة؟ بيستقر فيها حكومة الدولة ورئاستها وسلطات الدولة الثلاثة، التشريعية والتنفيذية والقضائية. تمام. وسفارات الدول الأجنبية والمؤسسات الكبرى، والمؤسسات الكبرى. سنة ثالثة لازم نعرف نقطة في غاية الأهمية، إن بيتم اختيار العواصم بناء على مجموعة من العوامل. تمام. وكل دولة يا مستر أحمد بتختار العاصمة طبقا لوجهة نظرها هي. بمعنى أن هناك دول بتدور على العامل التاريخي. تمام. على عنصر حضاري، زي القاهرة في مصر وروما في إيطاليا. يبقى لما نتكلم عن العاصمة مدينة، يستقر فيها حكومة الدولة ورئاستها وسلطات الدولة الثلاثة، تشريعية، تنفيذية، قضائية، وسفارات الدول الأجنبية والمؤسسات الكبرى، ويتم اختيار العواصم بناء على مجموعة من العوامل، قد يكون العامل تاريخي. تمام. زي القاهرة في مصر وروما في إيطاليا. احنا هنكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله فضل مصر نكمل العاصمة في الحلقة القادمة.
ما شاء الله عليك يا مستر، شرفتنا. الله يخليك يا مستر يعني احمد، انا سعيد بيك وسعيد بالطلبه بتوعي، وربنا يكرمكم ان شاء الله ويوفقكم. وبكرر وبقول والله ما نخاف من حاجه، ما نقلقش، ان شاء الله الامتحانات تبقى كويسه جدا. انا كل اللي يهمني اكتسب ثقافه واكتسب معلومه. انا دايما بقول طلبه ثانويه عامه ارقى مستوى فكري على مستوى الشباب اللي في سنهم. هو ايه اللي ميزني انا مع احترامي الكامل لكل ابنائي، كلكم اولادنا، ايه اللي يميز طالب ثانويه عامه عن طالب دخل تجاره، يعني تجاره او زراعه؟ الفكري بتاعه. انت اكتسب ثقافه، اكتسب معلومه، انسى موضوع الامتحان ده، هتنجح ان شاء الله، هتنجح. ما تخافش، ما تقلقش، ومحدش يخوفك، ما تخافش من حاجه، وان شاء الله النتيجه تبقى زي الفل ان شاء الله السنه دي باذن الله. لو عند حضرتك اي تعقيب بالنسبه للجزء اللي هو خاص بالاسئله على الجزئيه دي. احنا النهارده شرحنا كده جزء كبير من الدرس الاول في الوحده الاولى، وان شاء الله لو ربنا احيانا هنجمع اكبر قدر ممكن من الاسئله في الحلقه الجايه على اللي احنا شرحناه، وناخد برضو جزء جديد، وربنا يوفق ان شاء الله. شرفتنا يا مستر. انا سعيد بك يا استاذ احمد، وشكرا جدا فريق الاعداد، مخرجين ومصورين، ومشكرين جدا فعلا. شرفتنا، ونتمنى نشوفك ان شاء الله في حلقات قادمه باذن الله. الله يرفيك يا استاذ، تمنيتنا القلبيه لكل طلابنا بالتوفيق ان شاء الله. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم. لطلاب الثانويه العامه في جميع المواد الدراسيه قريبا سلسله كتب مدرس على الهواء في مراجعه نصف المنهج، وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهواء طبقاً للنظام الحديث، تحت إشراف مستر أحمد السعيد. بادر بحجز نسختك من الآن. الكتاب الأول كتاب اللغات، مراجعة نصف المنهج في اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد الأدبية، مراجعة نصف المنهج في التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق. الكتاب الثالث كتاب المواد العلمية، مراجعة نصف المنهج في الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، الأحياء، والجيولوجيا. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء.